من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، وفي رواية لا يرحم. هذا معناه أن الإنسان الذي خلعت الرحمة من قلبه إما أنه لا يرحم بمعنى أو لا يرحمه الله، أنه يسلط عليه من يفعل به ما فعل بالناس من جنوده تبارك وتعالى، جنود الإنس، جنود الجن، جنود الرياح، الأعاصير، إيرما، هيرفي إلى آخره، من غير ذلك مثل هذه الأشياء التي أنتم ترونها. وما يعلم جنود ربك إلا هو. النمرود عاش قرابة 800 سنة، مرت به 400 سنة، دخلت دابة في أنفه فاستقرت في رأسه، فما كان يستريح إلا أن يضرب بالقب قاب، مش في بنادول، في كمان قب قاب جول على وزن بنادول. قالوا عجبا، 400 سنة يظلم فسلط عليه 400 سنة يضرب. سبحان الله. وأفضل الناس عنده من يضربه على رأسه بالقبقاب جول، يدور كده خبط عشان يفوق من السكرة التي هو فيها لما تدخل هذه الدابة وتلعب في رأسه. يعني اتق الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. نعم.